فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة مقيمة في بريطانيا تسأل فتقول: تزوجت من رجل وأعطاني مهرا قدره 10,000 جنيه، وكذلك أعطاني هدايا من الذهب والملابس، وقد طلبت الخلع منه، وتريد أن تعرف ماذا عليها من إعادة المهر والهدايا، هل يجب عليها إعادتها؟ عليها أن تعطيه ما طلب لأن مفتدية، هذا والفدية ليس لها حد، فتعطيه ما طلب من أجل أن يطلقها أو يخلعها. نعم.